السلام عليكم خالتي، معكم توجور اخوكم زيزو ادفونتير. كيما راكم تشوفوا هنا جبت لكم هذه الدراجة الرائعة الكواد M550L، شابة بزاف، ربي يبارك وروبيست وصحيحة، وعلى حساب التست ريسيتها فيه ما شاء الله والحمد لله. وكان لي الشرف اني ساعدت العمال تاع فيها ماس في تركيبها، والحمد لله عطاو لي نصائح في التركيب تاعها. كيما راكم تشوفوا لهنا نبداو بالشاسي تاعها اللي راه هو كي تشوفوا فيه، وانا كيما راكم تشوفوا راني نركب في الموتور تاعها الحمد لله. كان معايا مرافق العامل تاع المصنع تاع فيا ماس، كان يعطيني في التوجيهات، وانا الحمد لله كنت على حسب ظنهم، ركبت لي بولون تاعهم وزيرتهم على لي نورم كيما يزيروهم هما يا بعد. والحمد لله اللي هنا راكم تشوفوا راني ركبت الفيسو تاعها، فوتو من تحت تاع الشاسي، من ثم عطاو لي نصائح ومشيت بهم وقالوا لي تصلح تيتات معنا لهنا. هذا توفيق من عند ربي سبحانه، باسكو ما في البريكولي انا في لي موطو تاعي في لاجيات لهنا، يسمى عندي شويه خبره الحمد لله. كان لي الشرف ثاني باش نركب الكاريناج تاعها، والكاريناج تاعها لا كاليتي تاعو ما شاء الله، قاعد نكومباري بلي موطو لا كروس سيلندري ولي كواد، والله على حساب الخبره تاعي كيما راكم تشوفوا كانت ما شاء الله. ولهنا كان لي الشرف ثاني ركبت العجله الاماميه اليمنى كيما راكم تشوفوا لهنا، لازم اوتوماتيكمون نعاونوا بيدينا ومن بعد نعاونوا بالماكينه اللي راكم تشوفوا فيها راني نركب فيها. لهنا كملت التركيب تاعها مع اللمسات، رحت لها ليسونس باش نسيو نوضوها كيما راكم تشوفوا، والحمد لله وفقني ربي سبحانه راح نسيو نوضوها على بركه الله. بسم الله نشوفوا تراه لهنا اسكو تنوض من الضربه الاولى ولا لا. بسم الله هاكم تشوفوا الحمد لله ناقص الدراجه لهنا، والله على حساب الخبره تاعي دراجه في القمه. ولهنا راني نغطي في الكاش موتور تاعها لتحت، شوفوا ربي يبارك تما روبيست، مام الموتور عنده ما كيفاش يتبروتيجا، وهبطها لهنا بالمونت شارج. ولهنا راح نسييها كيما راكم تشوفوا، راح نطلعها عفوا لهنا في التيست في البون لهنا كيما راكم تشوفوا طلعتها الحمد لله، ومبان عندي قدام سنا وانا نسوق في الكواد دراجة ربيع الدفع هذه. وكيما راكم تشوفوا لهنا راني درت لها تيست خفيف في المصنع الداخل، ربي يبارك والله غير شوفوا شابه، مام لاكوب تاعها روعه جد جد روعه، فيها مام تري افون، مام كش ما تروح تحصل في كاش بلاصه ولا شيء ولا تعاود تجبد واحد حاصل، والله غير موتو ما شاء الله. وانتظرونا في فيديوهات قادمه.